يوم ما قررت اني اعمل عمليه زراعه في 2022 ربنا اكرمني في راجل فاضل في القدس اسمه ابو عبد الله، ووعدني قال لي بدي اعمل لك عمليه زراعه عند الدكتور عبد الكريم الهمداوي، وكلموا الزلمه وبده يبعث الفلوس له. الحمد لله رب العالمين، عملت تحليل عند الدكتور وجيت على الدار في 2023 في 7/1/2023 مشيت انا والمراه عند المختبر اليمن السعيد، الحمد لله لقيت حبيبي من رب العباد. سبحان الله، يعني كان في حد من القدس بده يبعث لك مصاري للدكتور هنا تكاليف الزراعه؟ صحيح، بدي يعمل لي زراعه وبزياده بدي يبعث لي الراجل. طيب الان الدكتور طلب تحليل على اساس يعني تبدا اجراءات العمليه، مزبوط؟ صحيح، بدي يعمل تحاليل لي لحد ما الزلمه بعت الفلوس وتيجي الامور، يعني لما تيجي الامور يعمل كل حاجه، فالحمد لله ربنا اكرمني من عنده. وانتوا رايحين تعملوا فحص لقيتوا المدام حامل؟ صحيح. سبحان الله، الحمد لله. 17 سنة، هذا أول مرة يتم فيها حمل في 17 سنة ولا كان بيتم وبيسقط أو بيكملش؟ لا أول مرة. يا الله، الحمد لله كرم ربنا عم علي، الحمد لله. طب وش سويت ربنا؟ وش سويت لما عرفت المرة يعني الآن المرة كانت أو الست طبيعي؟ طبيعي، الحمد لله طبيعي. سبحانك يا رب. طيب وربنا يرزق الكل ان شاء الله، كل عطشان، انا بالذات محمود سالم بقول يا رب يرزق الكل اللي معوش يدي ربنا ويرضيه، زي ما اداني وفرح قلبي فرح كل الدنيا. ما شاء الله ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله اللي ربنا ارزقني بعد صبر وصبرت ونلت، والحمد لله عروستي الحمد لله نورت داري، والله الحمد لله بتبوس ايدك يا عم ابو لؤي، الحمد لله. سمعت صوتها؟ سمعت صوتها، وهي عمال بدي اروحها معي قبل ما الدكاترة يروحوا امها. ما شاء الله ما شاء الدكتور. ما شاء الله ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين. ايش بتقدر توصف لنا ايش كانت حالتك لما الحمد لله يعني ولدت المدام وجابت البنوته بعدها 17 سنه؟ والله الدكتور وراني اياها، مركت انا وياه جوا، وراني اياها سندون الدكاترة، شعور لا يوصف، الحمد لله رب العالمين. 17 سنة عمريش حطيت طفل على ايدي ان احضنه، والحمد لله الحمد لله على كل حال، لا شفاني من المرض، والحمد لله اللي ربنا اطعمني هذا بكل مال الدنيا، الحمد لله. انت كنت مريض؟ انا مريض كانسر. وكيف وضعك؟ انا كل الدكاترة ما هم قالوا لي انت بتخلفش بالمرة، كل الدكاترة في غزة قالوا لي بتخلفش بالمرة، فيش إمكانية تخلف بالمرة، أنت الله أكبر نسبتك صفر. قلت له يا دكتور طيب، قال فيش إمكانية، وحتى الزراعة تعملش أمل كتير، يعني يمكن 7% الله أكبر، لكن الله عز وجل قال لي خذ. الله أكبر، الحمد يعني لله ربنا الدكتور وربنا الطبيب يا عم بلاي. يا ريت تاخذ لهم هالبوبيه وتزورهم اللي قال لك صعب تخلف. والله انا اتصلت على الدكتور عبد الكريم الهنداوي يوم ما بعثت له تحليل الحمل اتفاجأ، ومحمد جوده شفته في القدس. الحمد لله كل هيتهم، الحمد كل لله يعني طب. كل الفضل بيرجع لربنا ثم لاخويا ابو عبد الله في القدس. طب و الان انت موضوع الكانسر الحمد لله تعافيت منه؟ برضو الحمد لله، هذا كرم كمان اجى من ربنا. ما شاء الله ما شاء الله، وربنا ارزقني في دار الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله، الحمد لله، يعني عم كرم ربنا علي بزياده الحمد لله. سبحان الله، بقول كلمه، الناس اللي عطشانه تصبر تصبر تصبر، ربنا بدي بس يقول الحمد لله البني ادم وضل يصلي على محمد ليل مع نهار، الاستغفار اللي بيجيب النتيجه، لا طب ولا دواء بس الاستغفار اللي بيجيب النتيجه.